السلام الله عليكم. سيواجه المنتخب الفرنسي منتخب بولندا في الدور الثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022 الذي تحتضنه دولة قطر. فرنسا التي تصدرت مجموعتها المجموعة الرابعة بست نقاط، يليها المنتخب الأسترالي في الرتبة الثانية. ستقابل بولندا التي جاءت الثانية في ترتيب مجموعتها بعد منتخب الأرجنتين في المجموعة الثالثة، وسبق أن واجه الفريقان بعضهما البعض مرة واحدة فقط خلال كأس العالم، والمواجهة التالية هي تاني بينهما بعد مباراة كأس العالم 1982 التي فازت فيها بولندا بثلاث أهداف مقابل هدفين في مباراة المركزين الثالث والرابع. يصطدم المنتخبين فرنسا ومنتخب بولندا في دور الثمن النهائي يوم السبت 4 ديسمبر 2022، وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت المغرب، والخامسة بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب التمامة بمدينة الدوحة. والمباراة منقولة مباشرة على القنوات بين سبورت القطرية وعلى القنوات الكأس القطرية بتعليق المعلق الرياضي حسن عيدروس. كل التوفيق للمنتخبين.